رايكم؟ اليوم نروحوا لولايه غاديزان لنقف على العمليه تاع التوسعه تاع اكبر منطقه صناعيه في الجزائر، واللي تقع إذن في ولايه غاليزان بمنطقه سيدي خطاب، واللي كما نعرف تحتوي على عده مركبات، منها مركبه طيال، مركب النسيج الضخم اللي يعد واحد من اكبر المركبات في افريقيا، وكذلك مركب تركيب سيارات فولكسفاجن، وعده منشات اخرى صناعيه ومصانع. اذا هذا العمل اللي راه ساري في منطقه سيدي خطاب هو يتعلق ب يعني توفير كل مستلزمات المنطقه الصناعيه من كهرباء وماء وطرقات وعدة مرافق، اللي يعني تجعل من منطقة صناعية تاع سيدي خطاب أكبر منطقة صناعية في الجزائر. أترككم تتابعون الفيديو عن هذا الموضوع، والسلام عليكم. تعرف المنطقة الصناعية سيدي حطاب بولاية غليزان تقدما ملحوظا في أشغال توسعة وتهيئة قنوات الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب، بالإضافة إلى فتح عدد من المسالك المؤدية إلى جميع المشاريع الاستثمارية بالمنطقة. تهيئة وتوسعة المنطقة الصناعية سيدي خطاب بولاية غليزان من شأنها فتح المسالك والطرق المؤدية إلى جميع المستثمرين وتسهيل حركة التنقل. بعد رفع جميع العراقيل وتحيين الدراسة الأولية انطلقت الأشغال فعليا. بالنسبة للتقدم إجمالية في الحصة الأولى ب 75% 55%، والحصة الثانية 75%. تهيئة المنطقة الصناعية مع توفير كل الخدمات وربط المؤسسات بمختلف الشبكات الضرورية سيسمح للمستثمرين بإنجاز مشاريعهم الإنتاجية والعمل في أحسن الظروف. بصفتنا مكتب دراسات للمراقبه والتهيئه هنا، فاننا في اتصال مستمر مع المستثمرين من اجل تزويدنا بمختلف انشغالاتهم، وهذا من اجل ايجاد حلول انيه، وهذا بالتنسيق مع الهيئه الوطنيه للمراقبه التقنيه للري ومكتب الدراسات ال تي بي يو. تخصيص غلاف مالي لتهيئه المنطقه الصناعيه 500 هكتار، وكذلك ربطها بمختلف الشبكات سواء الكهرباء او الغاز او المياه بمبلغ مالي يقدر ب 2200 مليار سنتيم، كذلك منح رخص استثنائيه ودراسه 21 ملف، هذ ال 21 فيهم 16 تحصلوا على رخص استثنائيه للاستغلال، وهذا ما سمح بانشاء واستحداث ما يقارب 1200 منصب شغل جديد. 500 هكتار مساحه شاسعه جدا، فتوفر العقار الى جانب التهيئه الى جانب محاذاه طريق السيار يجعلها منطقة يعني جذابة بامتياز، ونحن مستعدين لاستقبال كل الاستثمارات. استحداث وتوسعة وعصرنة المناطق الصناعية تدخل في إطار الديناميكية الجديدة لإعادة بعث الاقتصاد الوطني.